الفرنجايتس بيبقى بيزل، يعني في الاند بيز اوف ذا سكال، بينزل عند البيز اوف ذا سكال. وليه عند البيز اوف ذا سكال؟ ليه؟ اوف ذا برين سوري، ليه؟ هو البرين عموما الفيسلز بتاعته اللي بنسميها البندل وبس اللي هي السيركل وويلز بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده على الفولت ولا موجوده على البيز من تحت؟ على البيز. كيف؟ يعني البرين اهو وات ذا بيز ذير از ذا سيركل اوف ويلز. هو منين شكوك المنينجايتس دي بتوصل لي لحد البرين؟ عن طريق ايه؟ عن طريق ذا بلاد سبلاي اوف ذا برين. كيف؟ فبتوصل لي عن طريق السيركل اوف ويلز دي، فعشان كده بلاقي البلاس دايما بيزل ات ذا بيز اوف ذا برين. تمام. والاوتايتس دي جايه من الودان، يعني عن طريق التمبر موف الاقي الباس اكيوميليتنج تحت، دخلت كانت في الودن في الاذن الوسطى، كانت في البون عملت تمبر نيكروزز، دخلت بنتريتنج بعد كده على التمبر اريا اوف ذا برين وحصل الباس فورميشن في التمبر اريا اوف ذا برين. طب البكتيريا بتبقى ايه على حسب الاصل الموضوع اللي عندي؟ ايه اللي عمل لي الانفكشن ده؟ في التروماتيك غالبا بيبقى ستاف ولا ستريبت، في المنينجوكوكال بسيطه خالص هي البلنجوكوكار، في الاوتيتس ميديا على حسب البكتيريا اللي هي كوزنج الاوتيتس ميديا هي برضو اللي هتبقى ذا سيم كوزنج ذات انفكشن ان ذا برين. ندخل للاهم دلوقتي، قلنا اهم حاجه قلناها في الكلام اللي قبل كده كانت ايه؟ كانت سكال هيماتوما. تمام؟ طيب ندخل بقى على الكرانيوم والانجلز اوف ذا كرانيوم. الانجلز اوف ذا كرانيوم هو مين؟ هو ذا سكال. والسكال دي لما تبقى انجل بيحصل لها ايه؟ اي بون تبقى انجل بيحصل لها ايه؟ فراكشر، تتكسر. تمام؟ This is the injury of the cranium او السكال فراكشر. الميكانيزم اوف سكال فراكشر ده مهم جدا عشان نفهم الكلام اللي هيجي بعد كده. هو انا ممكن يحصل لي ميكانيزم اوف سكال فراكشر ازاي؟ بيحصل لي غالبا بوت تايب اوف بلانتوكروما، بيحصل لي بالدايركت بلانتوكروما. دايركت يعني ايه؟ يعني اوبجكت insulting the cranium at a certain focus. تمام؟ directly يعني object insulting at a certain focus في نقطة معينة أو point of impact معينة، وعشان كده بنسميها ايه؟ direct trauma أو direct blunt trauma. يبقى ال scalp fracture بيبقى due to direct blunt trauma. ينفع inertial trauma تعمل لي scalp fracture؟ تكسر لي البون يعني تشينج في الفيلوسيتي كده تروح كسر لي البونه؟ لا طبعا، ده الكرينيوم ده بون محترم جدا جدا ما يتكسرش غير بين كونسيدربل دايركت بلانت تروما. اوكي؟ الدايركت بلانت تروما زي ما انت شايف هنا، اول ما اتخبط البني ادم عمل ايه؟ حصل كومبريشن للبون اهي، انفاجينيشن كده والبون كانت كومبريسد. لو الكومبريشن ده بنسميه ايه؟ لوكال ديفورميشن ات ذا بوينت اوف امباكت. يعني بعد ما السكال كان الكونتور بتاعها زي ما انت شايف كده عدل فوق، بقى حصل له لوكال ديفورميشن. تمام؟ under the pressure of the impacting object. اللوكال ديفورميشن ده لو زاد شويه beyond التنسايل اكتيفيتي يعني الكاباسيتي بتاعت البون، كل بون في الدنيا كل تيشو في الدنيا يعني البون زي اي تيشو ليه درجه تحمل، ليه تنسايل كاباسيتي، لو اكتر من التنسايل كاباسيتي بتاعته دي يروح مترشق في صورة الفراكتشر اللي انت بتكون عايزها. اوكي؟ يبقى هو ايه الكلام ده؟ ايه الميكانيزم ده؟ قلنا دايركت بلانت تروما ان فوكس لو كوزنج سكال ديفورميشن، ولو الفورس زادت قوي الديفورميشن هيزيد لدرجه ان السكال هتطرشا وتفراكتشر ات ذيس بوينت اوف امباكت. اوكي؟ بيحصل فين؟ بيحصل ات البوينت اوف امباكت او نير البوينت اوف امباكت، يعني يا اما تحت على طول زي ما اشوف هي تحت السهم اهو اهو، ذيس از ات ذا بوينت اوف امباكت، يا اما حواليها في المور ويك بوينت بنسميها نير ذا بوينت اوف امباكت. هل معنى وجود عيان جاي لي وانا لقيت عنده سكال فراكشر ان هو لازم يبقى عنده انترا كرانيال كومبليكيشن؟ لا مش لازم. يبقى وجود الفراكشر ده اندبندنت على الانترفيشن بريزنس اور ابسنس. يعني انت لما يجي لك مصاب في الطوارئ ولقيت عنده سكال فراكشر يا دكتور، تمام؟ يعني يو هاف تو فيريفاي هو عنده ولا ما عندوش انترفيشن كومبليكيشن، لكن عشان ده ملوش علاقه بده، يعني تمشي سيستماتيك في الموضوع. وبرده اون ذا سيم سايد ده ممكن يكون عنده فيتال انترفيشن هامرج وما عندوش سكال فراكشر. تمام؟ لان زي ما هنشوف دلوقتي
ده الانتراكرانيال فراكشر مش محتاج الجات ماتش فورس بتاعه الدايركت امباكت، ده مجرد تشينج في الفيلوسيتي تروح عامله لي انتراكرانيال كومبليكيشن. تمام؟ يبقى الموضوع الفراكشر ده اندبندنت على الاسوشيتد انتراكرانيال هامرج، ودي مهمه جدا بالنسبه لنا از فيزيشنز بنعالج المرضى بتوع التروما. تمام؟ مفهوم يا شباب الكلام ده؟ دكتور ايوه بالنسبه للتكتشر في النتيجه احنا بنشوف الناس لما بيبقى عندهم دراعهم او رجلهم مكسورين في الحوادث بيبقوا يعني هاي ريسك بالنسبه بيبقى مؤلم قوي يعني. بالنسبه برضه لو حد داخل الطوارئ او كده بيبقى ليه برضه موضوع قوي قوي لو في هيد فراكشر خلينا نشوف ان هو مش مجرد هو ممكن يبقى اكتر من كده، هو ممكن يبقى لوزين كونشس ولا بيشتكي من وجع ممكن يبقى كومعتين يعني في المساله مش مسألة البين بس هي اللي هتخليكي تشوكي او هيشوهلك او هيشوهلك، لا الموضوع اكبر من كده. يعني معلش خلينا في النقطة دي يعني واخد بالك هي الامباكت في المرحلة دي ما أثرتش، زادت شوية عملت ديفورميشن، زادت أكتر ترشحت، بقول لك الكلام ده بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على التنساي كاباسيتي بتاعت البون. تمام؟ طب لو البون مور تنساي هيستحمل أكتر، لو البون لسه صغير ممكن ينبعد اكتر وما يترشحش. تمام؟ زي مين؟ مين البون الغض الصغير اللي بنسميه زي الجرين ستيك؟ البون بتاع الاطفال، يعني الاطفال عندهم الاستيستي وبتتسعل كاباستي اعلى بيستند اكتر من الكبار وما يحصلهمش فراكشر، ممكن يحصل مور ديفورميشن ونو فراكشر، واحنا نتكلم على الكلام ده. طيب التايبس اوف سكال فراكشر بنقسمها اكوردنج تو شكلها وخصائصها للاربعه تايبس دول، الفيشر فراكتشر الكسر الشرخي، كومن نيوتن فراكتشر الكسر المتفتت، ديبرست فراكتشر الكسر المنخفض، كات فراكتشر الكسر القطعي. نتكلم على كل واحد. This is the first type which is the fissure fracture and here is this fissure fracture. زي ما انت شايف كده الفيشر فراكتشر ده شكله ايه؟ زي شكل زي الكوبايه المشوخه، مش الكوبايه عندك ساعات تتشرخ تترشق كده ودي فيها شكل، يعني ايه؟ يعني بتلاقي اللاين بتاع الفراكشر كده في الكوبايه لكن الكوبايه ملمومه على بعضها واقفه ماسكه نفسها كده مشروخه لكن ملمومه على بعضها، بتلاقي في جاب في النص بين الشكل ده نو جابينج اوكي، يبقى بتلاقي ايدجز ابروكسيميتد وجاست وي لوكيت ذا فيشر as a linear line separating the two with no gap in between. يبقى دي مهمة جدا جدا، الكسر الشرخي يبقى فيش gapping between the edges، مفيش defect، لا ملمومين بالظبط زي بالظبط ايه؟ الكوباية الفيشر دي جلاس او الكوباية المشروخة. بيحصل امتى الكسر الشرخي ده؟ الكسر الشرخي ده بيحصل نتيجة لدايركت بلانت تروما بالخصائص الاتيه، لازم يبقى هيفي تروما، احنا قلنا مش اي تروما، ده البونه بتاعت الكرينيوم دي بونز محترمه ومش اي تروما هتكسر الدماغ او هتشرق الدماغ، يبقى لازم هيفي بلانت تروما ليها كونسيدربل مومنتم. ايه هو المومنتم يا جماعه؟ بالظبط كده اوكي، يعني بنحسب ايه اتس مومنتم، لو كملنا الكلام صح اتس مومنتم اوف فورس اوكي، مومنتم اوف ذا فورس اللي بيجي من اي حاجه بقى سقوط من علو مضروب بشومه واتس ايفر واخد قلب كوب في دماغه، يعني حاجه هيفي محترمه وليها كونسيدربل مومنتم. زي ما انتم شايفين فندم المومنت هجيبها بعد كده اللي هو لو قلنا صح يبقى مومنتم اوف فورس ما نقولش مومنتم بس. تمام؟ هجيبها اوكي، يعني انا ماشيه الناس اللي بيتابعوا في الكتاب انا ماشيه بترتيب مختلف شويه علشان يعني ايه اللي بيخدم ايه بالنسبه للشرح. الكاركترز بتاعته شكله ايه الفيشر فراكتشر ده؟ زي ما قلنا شرخ لينير اوكي، مفيش بون ديفكت، مفيش جابس بتوين ذا ايدجز اوكي، بيبتدي فين؟ هو احنا قلنا ده هو اتخبط في بوينت معينه، اتخبط هنا مثلا سي اوكي، فالمفروض يتشرخ هنا، لكن انا بلاقي الشرخ سارح قدامه ورا اوكي، بيسرح كده ليه؟ رغم ان هو اتخبط هنا according to الويكنس according to يعني الترشقه دي بتبتدي الترشقه at the point of impact وتروح سارحه بقت disseminated. تمام؟ تسرح ليه؟ لان البون اللي حواليها بيبقى حته ضعيفه تروح سارحه فيها، في سوتشر تروح داخله فيه،
whatsoever. اوكي؟ ولكن اعرف الالوكيت منين البوينت اوف امباكت. هلاقي عندك يعني لو انا تابعت الشرخ ده كويس هتلاقي اوسع حته في الشرخ شويه كده بعد عن بعضيها بالنسبه للاخرين لكل بقيه الشرخ هتلاقيها هي دي واسعه سنه. اوكي؟ الحته الواسعه شويه سنه دي بسيطه بالنسبه للثانيين بتبقى هي البوينت اوف امباكت. الفشر فراكشر عندنا ممكن الفشر يحصل في البولت. وايه هو البولت؟ ايه هو البولت؟ اللي هو السكال كام؟ تمام؟ او البيز اوف ذا سكال. مش السكال عندنا كام وبيز؟ حتى في انابي كنا بنروح ناشرين السكال كده مطلعين البولت لوحدها وعندنا هنا برضو السكال الكامله او البولت بتاعت السكال لوحدها. يبقى الفشل يا اما يحصل في البولت يا اما يحصل في البيز. تمام؟ طبعا بالفبركه كده اللي بيحصل في البولت ده ببساطه هتبقى دايركت بروماري جاردنج البولت خلاص يعني في البوينت دي لان هو اكسبوزد البولت اكسبوزد لكن البيز مش اكسبوزد فغالبا بتبقى بتوصل لها اندايركتلي من اماكن ثانيه. تمام؟ يبقى التروما الدايركت تروما بتوصل لها اندايركتلي من اماكن ثانيه ولكن لا زلت لسه عندي اوبجكت لازم يكون عندي اوبجكت. متفقين على كده يا جماعه؟ اوكي. البولت فراكشر عندي الثلاث انواع المهمين دول وال يعني الكلاسز او التايبس اوف فيشر فراكشر من اكثر الحاجات اللي بتتسال في الامتحان. اوكي؟ يبقى افت نوت. تمام؟ يبقى البولت فراكشر عندي حاجه اسمها دايستاتيك فراكشر. دايستاتيك فراكشر يعني ايه؟ يعني الشرخ ده الطرشقه دي جت قدرا كده في سوتشر لاين. تمام؟ يبقى السوتشر لاين هو اللي الطرشق او هو اللي فشل ده بنسميه ايه؟ دايستاتيك فراكشر. تمام؟ بولر فراكشر. بولر فراكشر يعني ايه؟ يعني لو ده دي ديسكاف اوكي؟ والفراكشر جالي هنا. سوري الامباكت جات لي هنا. تمام؟ هو ده الدايركشن اوف فورس. انترو بوستيريور. تمام؟ الدماغ اتكبست انترو بوستيريور. كده. تمام؟ بتوين تو بولز. البول بتاع البوينت اوف امباكت والدماغ سبورتد والبوينت اوف سبورت. يبقى الخط اللي بين البوينت اوف سبورت لو الدماغ سبورتد والبوينت اوف امباكت ده بنسميه الاكسس بتاع التروما. لما تتكمس الدماغ بالمنظر ده كده زي اي حاجه زي البول مثلا بتاعت البينج بونج لما تتكمس هتبص تلاقيها ايه؟ بلجنج من اللاين الثاني عند البولز بتاعت اللاين الثاني البريبنديكولر عليه وممكن البلج الحته اللي هما التو بولز دول يكونوا اضعف من الانترو بوستيريور فيروحوا متقشقين عند التو بولز دول. تمام؟ يبقى ده اكسبشنلي نوت ات ذا بوينت اوف امباكت لكن بتقشق على الفولز بتاعت البريبنديكولر لاين. بيحصل امتى البولر؟ لو كانت الهيد سبورتد وجت الامباكت في اوبوزيت للسبورت يحصل كومبريشن وترشقه عند التو بولز عند البريبنديكولر لاين عليها تبقى ترشقه هتبقى يمين وشمال لو كان هو عند بوستيريور كومبريشن فور ان اكزامبل. طب الثيرمال فراكشر وات ذا ثيرمال فراكشر؟ ده فراكشر بقى بس مش ديو تو ميكانيكال تروما. بلاقي السكال فراكشر في البوست مورتم الفيكتيمز بتوع البيرن بس مش ميكانيكال تروما زي ما احنا قلنا. ده بيحصل نتيجه لايه؟ للثيرمال فراكشر ده بيحصل نتيجه للايفابوريشن انكريز انتركرينيال تنشن. يعني زي ما يكون الكرينيو ده قاعد التنشن بيزيد يزيد 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 لحد ما يطرشق في صوره فراكشر او فيشر فراكشر وبنسميه ثيرمال فراكشر. ولازم نعرف الديفرنشيشن اللي بين الثيرمال والتروماتيك فراكشر ده موجود عندنا في الدرس بتاع الثيرمال. تمام؟ ديفرنشيشن مهم جدا وبيجي كتير. الثيرمال والتروماتيك فراكشر بنقارن بينهم في ايه؟ نفحص السكال نفحص السكال نفحص المننجيز والهامرج والفاسلز يعني الانتراكرانيوم ونفحص البرين ونشوف ندور على البوست مورتم بيكتشر اوف البيرن. الثيرمال فراكشر بيحصل في الماسيف بيرنز اوف ذا هيد. يعني الهيد بتبقى يعني محروقه يعني لدرجه عنيفه جدا سيبير بيرن اوف ذا هيد او سيبير بيرن اوف ذا توتال بادي. تمام؟ ولو بصينا للايتم دي اي من بره لجوه هو الهيد من بره لجوه اللييرز بتاعتنا سكالب سكال من الجيز اند برين يعني اكسترا كرينيال كرينيال اند انترا كرينيال. الاكسترا كرينيال اللي هو السكالب بنبص فيه على عندي وود ولا ما عنديش.
الشوط اللي ممكن يحصل ابوزيتيف مع مين؟ تروماتيك. مع مين؟ مع تروماتيك. والوند هتبقى ابسنت مع الثيرمال. السكال فراكتشر. السكال فراكتشر اللي هو بقى هندخله على الكرانيوم هنلاقي الفراكتشر في حالات الثيرمال فراكتشر والتايم فراكتشر. اونلي اكسكلوسيفلي فيشر فراكتشر. يعني لو اي حاجه غير الفيشر فراكتشر يبقى خلاص خلصت المساله وده مش ثيرمال فراكتشر. This is traumatic fracture. تمام؟ طب ندخل على الانترابينيال ستراكشر ونبص على الفاسلز والمننجيز هل في هيماتوما ولا مفيش هيماتوما؟ ايوه يبقى مع الثيرمال النوع الهيماتوما المصاحب ليها اللي هو اكسترا ديورال هيماتوما ولكن بيبقى ليه سبيشال كاركتر بيسموه ايه؟ شوكلت هيماتوما بتبقى دارك براون ان كلر وبتبقى سمول ان كلر كونفايند يعني في السبيس بتاع الاكسترا ديورال سبيس وعشان كده بنقول يعني بتبقى مش ماليه كل الاكسترا ديورال سبيس لكن التروما ما بتبقاش داركين كلر بتبقى التروماتيك اكسترا ديورال هيماتوما ما بتبقاش داركين كلر وبتبقى لارج ممكن تفيل كل الاكسترا ديورال سبيس. البرين في حالات الثيرمال تروما البرين بيبقى حسب هو التنشن اللي جوه الهيد ده زاد ليه؟ عشان في ايفابوريشن للتيشوز كلها وللسي اس اف واللي هي التيشو فلويدز فنبص نلاقي البرين كاشش تمام؟ البرين لما يكش البرين ده فيه تضاريس كده فيه عالي فيه واطي العالي اسمه ايه؟ جيران والواطي اسمه ايه؟ سالكار تمام؟ زي ايه العين الجمل كده عارفين عين الجمل؟ الناتس بتاعت عين الجمل دي؟ اوكي لما يكش ويقدم وينشف ويفقد التيشو يحصل ايه بقى؟ تبص تلاقي الجيران دي وسعت تمام؟ والجيران دي خست بقت شرانكن كده تمام؟ يبقى هو ده اللي بيحصل دلوقتي بيبقى شرانكن يعني بتبقى السالكاي وايد والجيران كش بتبقى سين ولكن في التروما اي تروما في الدنيا بتعمل اديما بنلاقي البريم اديماتس وكونجستد تمام؟ نبص بقى على البوست مورتم بيكتشر على الجنرال اسبكت بتاع العيان وجنرال فيزيك هل في بوست مورتم بيكتشر او بيرن تاني اللي احنا عرفناها من درس الثيرمال هنلاقيها بريزنت في الثيرمال ونوت بريزنت في التروما ده ديفرنشيشن مهم جدا يا جماعه. نيجي بقى للفيشر فراكشر اللي موجوده على البيس او الديسكال ممكن تبقى ايه؟ تبقى واحد من الانواع تبقى حاجه اسمها رينج فراكشر يعني فراكشر لينير لكن ملفوف يعني خط بس خط مدور سموه ايه؟ رينج فراكشر وغالبا بيبقى الخط المدور ده فين؟ زي ما انت شايف كده لو قلبت الديسكال بصيت تحت في خرم كبير اسمه ايه؟ فورامن ماجنم تمام؟ يبقى هو حوالين الفورم الماجنم كده وادي الفراكشر لاين داير ويدور ونسميه رينج فراكشر او حاجه اسمها هينج فراكشر. هينج فراكشر يعني ايه؟ يعني ادي البيز بتاع السكال شلنا خلاص نشرناها وشلنا الفولت وادي البيز بتاع السكال نلاقي السكال مقسومه لتو بارتس الفراكشر بقت ديسمينيتد في كل البيز وبقت متعلقه تو بيزز متعلقين بقى تو بارتس قدام وورا ودي كومن جدا الهينج فراكشر دي في الاكسيدنتس بتاعت الرود ترافيك اكسيدنتس زي الموتور سايكل اوكي او ممكن الفراكشر بيز دي ما تبقاش اصلا في البيز هي في الفولت والفشر فراكشر ده ديسمينيتد ونزل لحد يعني سرح زي ما بنقول الفراكشر سرح ونزل على البيز اوف ذا سكال اوكي ونقول تاني فراكشر بيز لان الفراكشر بيز مهمه اوكي ممكن يبقى رينج فراكشر رينج فراكشر زي ما انت شايف هنا قسمنا دي دريب بيز اوف ذا سكال بيسز بفورم الماجنم ونلاقي ادي الخط الاسود ده الخط الدائري ده هو اللي حوالين الفورم الماجنم يعني بيفصل واخد بالك ده فاصل عن الرينج من البون حلقه من البون فصلت عن بقيه البيز اوف ذا سكال يعني فصل حلقي في البون عن بقيه البيز اوف ذا سكال تمام؟ يبقى يحصل امتى بقى رينج فراكشر؟ يحصل امتى؟ يحصل لما البني لما الفرتبرال كولوم ما هو عند الفورم الماجنم هنا في الفرتبرال كولوم تمام؟ اتشد تمام؟ لو الفرتبرال كولوم ده يعني ادي فورم الماجنم وادي الفرتبرال كولوم تمام؟ لو الفرتبرال كولوم ده كومبريست بشكل او باخر وراح داخل تمام؟ طيب ادي
نازله برينجو البون ده اللي حوالين الفورم الناجم بيفصل بشكل حلقي او شكل دائري. يحصل الفيلم ده امتى؟ هو الفراكشر بيس كله فيتر؟ كله فيتر؟ غالبا كله فيتر. اوكي؟ يعني في اغلب الاحيان. لو الواحد انا زي ما انا يرمي ليه متاخر ليه؟ طيب هو دلوقتي بيحصل ازاي الكلام ده؟ يحصل ازاي كومبريشن ايدر فيرتبريست اجينست الفيرتبريت كولم؟ يحصل لما يقع وقع اجزير تمام؟ يقع وقع اجزير ازاي؟ يعني واحد وقع من السطوح مثلا وقع على راسه على ام راسه، فام راسه دي بقت كومبريست على الفيرتبريت كولم تمام؟ طيب او وقع على ايه تاني؟ وقع على رجليه واقف، فجسمه كله بقى كومبريسد فوق اجينست انت، او على الباتوكس وقع قاعد تمام؟ فالباتوكس راحت برضه عامله ترانسميشن للكومبريشن زق الفيرتبرال كورن تو دي انسايد اوف ذيس تمام؟ يبقى امتى؟ في الاكزيال كومبريشن اللي بيحصل بيعمل ديسبلايسمنت للفيرتبرال كورن اجينست السكالب بون تروح داخله او متحركه وواخده معاها هذا الشكل الحلقي او البطن. طيب نيجي بقى للهينج فراكشر. ايه هو الهينج فراكشر ده؟ قلنا ادي فراكشر ادي البيز اهي وفي الفورم المجنم وادي فراكشر لاين الخط الاسود ده. اوكي؟ زي ما شايفين كده هو فصل خالص التو هافز اوف ذا سكال فصلهم خالص عن بعضهم وده كومن قلنا في الرود ترافيك اكسنت. او ايه تاني؟ قلنا يكون الشرخ في الاصل كان فولت وسرح ناحيه البيز وديس ذا اكستنشن، او حاجه ثالثه هي البلو تو ذا فيس، واحد واخد اي ضربه، الضربه الفوكس بتاعتها كانت في الفيس وترانسميتد توورز ذا بون. اوكي؟ يا جماعه وفي بقى شويه غلطات كده لو احنا كان معانا كتاب زي صفحه 90، صفحه 90 هنا بفتكر، اخر حاجه هاتي رانيا لو سمحتي. في صفحه 90 في الاخر كده مكتوب ايه؟ extension from vault fracture or direct basal blues. No, it's direct face blues. اوكي؟ معلش دي غلطه كده في المراجعه. direct face blues. اوكي؟ طيب. ادي البيز اوف ذا سكال يا جماعه. ادي البيز نشرنا الفورس وشلناه وعملنا اكسبوجر للبيز وبنبص عليها من جوه. لقينا البيز فيها ثلاث مناطق او ثلاث حفر او ثلاث فرساي تمام؟ سميناهم ايه؟ سميناهم anterior cranial fossa تمام؟ middle الخضراء اللي فوق دي middle cranial fossa and posterior cranial fossa. اوكي؟ يبقى this greenish حفره it's the anterior cranial fossa اللي هي بتبقى continuous لو طلعت لفوق مع الفرونتال بون. يعني لو في شرخ في الفرونتال بون وسرح هيسرح على فين؟ هيسرح على الانتيريور كرانيال فوسا. طب وات الميدل كرانيال فوسا اللي هي كونتينوس مع التمبرال بون؟ يعني لو في شرخ في التمبرال بون وسرح هيسرح على الميدل كرانيال فوسا. وات البوستيريور كرانيال فوسا اللي هي كونتينوس مع الاوكسيبتال بون؟ يعني لو في شرخ في الاوكسيبتال بون وسرح هيسرح على البوستيريور كرانيال فوسا. ويجي لي العيان وظاهر عليه سيمتوماتولوجي suggesting ان هو عنده fracture base و this is a very important answer اللي هي symptoms بتاع the fracture base of the skull. يعني دول على الحاجات المهمة. لو لقيت العيان بتاعي المصاب بتاعي عينين اتنين كده black eye اوكي عينين اتنين مش عين واحدة black eye دي بنسميها ايه؟ Racoon's eye which is sign characteristic the anterior cranial fossa fissures or fracture. اوكي؟ لو فحصت ورا ودان العيان بصيت ورا ودانه يعني معنى كده انت لازم ترفع ودنه وتبص عليها ولقيت هيماتوما over the mastoid بالمنظر ده دي بنسميها ايه؟ Bethel's sign. اوكي؟ ودي characteristic لمين؟ للميدل كرانيال فوسا تمام؟ لو فحصت لقيت العيان قاعد يجيب من مناخيره ومن ودانه سي اس اف وبلاد this is epistaxis and otorrhea and rhinorrhea اوكي قاعد يفر ميه من مناخيره وميه من ودانه وميه من مناخيره ومن ودانه الميه دي ايه؟ سي اس اف دي ليكج ده في فراكتشر وقاعد يجيب يخر من المناخير ومن ودانه او دم
من المناخير او من الودان. دي ساين اوف فراكتشر بيز، ودي ساينز مهمه يا جماعه، وعشان كده الديفرنشيشن ده مهم جدا. وده دي من توكسيك البون وسرح ينزل على البوستيريور كرانيال فيسا، او يكون الدايركت تروما عند الاوكسبت، ودي في حالات البولز وقع على دماغه وعلى نافوخه، ما وقعش بقى على الباتوكس ولا على الجلد، وقع على مؤخره الراس او على الاوكسبت، سمعت في البوستيريور كرانيال فيسا. يبقى الميكانيزم هنا متفقين، يا اما اكستنشن من فولت فراكشر، يا اما دايركت بلو، غالبا بتبقى للفيس اول. اوكي، طب ايه السجستيف ساينز اللي عندي؟ ايه السيمتوماتولوجي اللي بشوفها على العيان؟ قلنا الانتيريور كرينيال فوستا اللي مشهوره قوي هي ايه؟ الراكونز اي اللي هو البايلاترال بلاك اي. ولما يجي لحضرتك في الامتحان ديفرنشال دايجنوز بتاع البلاك اي هتقول ايه بقى؟ لو انت جالك عيان ببلاك اي ممكن تبقى ايه؟ ممكن نتيجه لايه؟ دايركت تروما، واخد بوكس في عينه للاي نفسها، او تروما لفين؟ هنا، او تروما للفور هيد، والبروزز نزلت والكرومات في العين، وده في اليوني لاترال بلاك اي. ولو باي لاترال هتبقى انتيريور كرانيال فوستا فراكتشر ومانيفستد از راكونز اي او بلاك اي. بنلاقي عنده ايه سيمتوماتولوجي تاني اللي عنده كسر في الانتيريور كرانيال فوستا؟ بنلاقي ايه؟ بيجيب ميه من ودانه سي اس اف راينوريا، وبيجيب دم من مناخيره اتس ابيستاكس. اوكي؟ طب العيان بتاع الميدل كرانيال فوستا الكاركترستيك ساين بتاعته ان بلاقي عنده الهيماتوما اللي ورا ودانه والفلاستويد اللي بسميها باتلز ساين، والاقي ايه برضه بيجيب سي اس اف من مناخيره ومن ودانه، وبيجيب بليدنج برضه من مناخيره ومن ودانه. تمام؟ العيان بتاع البوستيريور كرانيال فوستا ده ايه الكاركترستيك ساين؟ بلاقي الهيماتوما بتظهر لي فين؟ خد بالك الهيماتوما بتظهر لي في الباك اوف ذا نيك، اللي هي غالبا بتبقى الخبطه في الاكسبت، فبيبقى مؤخره الراس هي اللي موجود فيها الهيماتوما دي، تديني انكلينيشن ان العيان ده احتمال يكون عنده بوستيريور كرانيال فوستا فراكشر. طيب مع الفراكشر بتاع البوستيريور كرانيال فوستا ده العظم اتشرح او حصل له فراكشر، النيرفز كمان اللي باسنج اللي بنسميها كرانيال نيرفز ممكن تتاثر، احتمال تتاثر. تمام؟ احتمال تتغير او يحصل لها دامج باي اني سوت اوف ذيس ميكانيكال تروما. تمام؟ انهي نيرف اللي بيتاثر في الانتيريور كرانيال فوستا؟ طيب الميدل كرانيال فوستا انهي نيرفز اللي بتتاثر؟ الفيشل. الفيشل طبعا معروف ان هو في المنطقه دي. اوكي، والفيشل لما يتاثر يعمل ايه؟ يعمل لي فيشل بولسي الاشهر. تمام؟ فيستيبلو كوكيولر نيرف بيتاثر، وتلاقي السمع بتاعه تلاقيه مش سامع، ديسكونكتد منك، مش سامع كويس، ديفنس. الترايجمنال بيتاثر، وتلاقي الماستيكيشن بتاعته تاثرت، مش عارف يبلع كويس ومش عارف ينضف كويس، والفيس سنسيشن بتاعته مش كويس. طيب نيجي للبوستيريور كرانيال فوستا، ايه اللي بيتاثر؟ اوكي، البيجس بيتاثر، الجلوستوفرنجيال بيتاثر، وبالتالي بيشتكي من باسل باراليسس، مانيفستد بقى بحاجات كتير قوي في الاوتونوميك نيرفس سيستم، يعني الباول واليورينيشن والكلام ده. تمام؟ يبقى الجدول ده مهم يا جماعه، الجدول ده جديد اول مره نحطه السنه دي في الكتاب، فيعني ناخد بالنا منه كويس قوي. وقلنا اي جدول في الدنيا لازم نركز على الاكسيس او البوينت او الديفرنشيشن اللي بنتوجه.